اليوم الثاني والختامي لأعمال المؤتمر العلمي الخامس لهيئة علماء المسلمين الذي حمل عنوان الأوقاف في العراق تاريخها وأهميتها وواقعها، حيث قدم الباحثون المشاركون أوراقهم البحثية التي تناولت ملف أوقاف العراق من كل جوانبه. من أهم الأهداف التي يعني يتبناها هذا المؤتمر هو إيقاع الأحكام والتفاصيل الشرعية المتعلقة بالقضايا النظرية على أرض الواقع، إيمانا من هيئة علماء المسلمين بأن ما يجري على أرض الواقع بحاجة إلى تغيير وبحاجة إلى إصلاح وبحاجة إلى كثير من التحركات من أجل أن تصاغ الفكرة الإسلامية أو الحقيقة الإسلامية إلى شيء واقعي ملموس لدى الناس. يرحمكم من في السماء. الباحثون نبهوا إلى الدور السلبي الذي لعبته دوائر التسجيل العقاري منذ عام 2003 في ضياع أوقاف العراق وتزوير هويتها بالتواطؤ مع شخصيات فاسدة. قاموا بتغيير السجلات، هذا يعني أدى إلى التواطؤ أيضا مع بعض الفاسدين العاملين في هيئة استثمار الوقف من أجل رفع الأضابير والسجلات لهذه العقارات حتى تختفي من عائديتها إلى الوقف، إلى الأوقاف. كذلك أشار الباحثون إلى الثغرات القانونية التي أضرت بالأوقاف وأكدوا على وجوب معالجتها. من ناحية القانونية طبعا في ثغرات قانونية لا يزال موجودة. أول شيء بعض القوانين نصوصها قديمة لا يتناسب مع تغيرات العصر. ثاني شيء نحتاج إلى قانون جديد يوضح بالتفصيل كيفية طرق استثمار الأملاك الوقفية. وخلص المؤتمر لتوصيات تركز على إقامة بحوث علمية حثيثة حول الأوقاف والدعوة لاستعادتها وحمايتها حتى تقوم بدورها المنوط بها. محاولة في من الجهة القائمة على المؤتمر والمشاركين فيه لاستعادة هذه الأوقاف أو البحث عنها أو محاولة للدعوة إلى حمايتها من أجل أن تؤدي هذه الأوقاف رسالتها التي أرادها الله سبحانه وتعالى أولا وسعى لها الواقفون كشرط شرطوه عندما أوقفوا هذه الأملاك. واقع أوقاف العراق يكشف عن عملية التدمير الممنهج التي تستهدف الهوية الحضارية للعراق. 1900